حلقة جديدة من برنامج فورتك نكتشف فيها أحدث التكنولوجيا والابتكارات المتعلقة بالروبوتات والطائرات دون طيار من سويسرا واليابان، فأهلا بكم جميعا. إذن سويسرا هي محطتنا الأولى هذا الأسبوع، وتحديدا مدينة زوريخ التي قصدها أنيس ليتعرف على تقنية تحول الطائرات دون طيار إلى طائرات ذكية تستطيع التعرف على العوائق حولها لتلافي الاصطدام بها وتحديد المسار السليم نحو الهدف من خلال كاميرات عادية قادرة على قراءة عمق الصور. تستطيع فرق الإطفاء إرسال هذه المروحيات داخل المباني المهدمة للتعرف على ما يحدث هناك وحالة الأشخاص العالقين. مرحبا بكم من زوريخ ومن جامعة ETH. سنتعرف اليوم على مشروع لتطوير طائرة من غير طيار قادرة على اكتشاف ما حولها من غير أي معرفة مسبقة. بإمكانك الآن شراء طائرات بمثابة اللعبة، ولكنها طائرات غير ذكية، فإذا قمت بالتحليق باتجاه حائط فإنها ستصطدم به، وكذلك الأمر إذا اقترب شخص من الطائرة فإنها ستصطدم به. المسؤولية تقع بشكل كامل على الطيار. ما نقوم به عبر هذا البحث هو جعل هذه الطائرات أكثر ذكاءً لتتمكن من الطيران ذاتياً دون الحاجة لطيار. عندما يقوم الطيار بالتحليق بها فإن الطائرة تضيف قدرات التحكم لتجنب العوائق، مثلاً عدم الاصطدام بالحائط ما يجعل التحليق أسهل. الهدف هو عدم الحاجة لأي تدريب، فبإمكان أي شخص التحليق بالطائرة بأمان. ذكرت بأن هذه الطائرة هي طائرة ذكية، كيف يمكن وصف طائرة بالذكية وكيف تحصل على المعلومات الخاصة بالمحيط؟ بشكل رئيسي هذه الطائرة تستخدم ذات الحواس التي يستخدمها البشر. هي مزودة بكاميرتين لمحاكاة العينين لبناء صورة ثلاثية الأبعاد للغرفة التي تحلق فيها. ما شاهدته قبل قليل هو أنه خلال تحليق بالطائرة تقوم الطائرة بتسجيل الصور للتعرف على موقعها، وبشكل فوري تتعرف على البعد الثالث للصور أو عمق الصورة لصنع نموذج ثلاثي الأبعاد للمحيط. يمكنها بذلك أن تتلافى العوائق حولها والوصول للمكان المقصود، مثلا العودة للمكان الذي انطلقت منه عبر استخدام الخريطة ثلاثية الأبعاد. أعلم بأن هذه الطائرة لا تحتاج إلى اتصال بأي مركز، هي قادرة على معالجة هذه البيانات واكتشاف ما حولها، هل هذا صحيح؟ ما توصلنا إليه هو صعوبة الاعتماد على قناة اتصال للتحكم بالطائرة عن بعد، لذلك قررنا أن نقوم بكل شيء على متن المروحية. الأمر الوحيد الذي يجعلنا نستفيد من المحطة الأرضية هو رؤية صور للمحيط. ما رأيته قبل قليل يعالج بشكل تلقائي على متن المروحية. هذا الأمر ينطبق على الخريطة ثلاثية الأبعاد التي يتم بناؤها في المروحية ذاتها. هذه الطائرة تحوي قدرات معالجة البيانات كافة للقيام بمهام مثل التخطيط والاستكشاف. هل هذا أمر ممكن؟ نعلم بأن عمليات معالجة البيانات قد تتطلب الكثير من الطاقة. مبدئياً نحن نستفيد من التقنية المستخدمة في الهواتف الذكية، فهذه المعالجات الموجودة في هواتفنا قوية وتزداد قوة مع مرور الوقت. إنها جاهزة لمعالجة كافة البيانات على متن الطائرة، ونتوقع أن تكون أقل وزناً للقيام بكافة مهام التحكم. نعلم بأنكم تتحدثون عن استخدامات محتملة لعمليات الإنقاذ أو اكتشاف مناطق داخل مباني تهدمت، هل هذه الاستخدامات هي الاستخدامات الممكنة لهذه الطائرة؟ بشكل أساسي أبدى العاملون في قطاع الإطفاء والإنقاذ اهتماماً بهذه التقنية. أحياناً يكون الدخول إلى بعض المباني خطيراً جداً، ولذلك فهم يرغبون في إرسال هذه الطائرات لاستكشاف المكان ومعرفة كيف يبدو الأمر. هناك أيضاً الكثير من الاستخدامات الأخرى لهذه الطائرة مثل أعمال المسح الصناعي، فنحن نرى اهتماماً من هذا القطاع. طبعاً
اتصل بنا عندما تصل إلى المنزل بسلام، عبارة عادة ما نستخدمها عند سفر أحبائنا للاطمئنان عليهم. وبدلا من الانتظار، اليوم بات بإمكاننا التواصل معهم خلال الرحلة عبر تطبيق كمبانيان، الذي يتيح لنا فرصة معرفة وضع معارفنا والاطمئنان عليهم عبر الأقمار الصناعية أثناء رحلتهم، بالإضافة إلى قيامه بالاتصال بالشرطة في حالات الطوارئ. لاستخدام التطبيق، حدد وجهة الرحلة أولا، ومن ثم اختر الصديق الذي تود أن يرافقك افتراضيا أثناء رحلتك. بعدها ستصل صديقك رسالة نصية مرفقة برابط يأخذه لموقع التطبيق، وعند موافقته على مرافقتك سيشير التطبيق إلى موقعك بالتحديد. في حال تغيير نمط الحركة، يقوم التطبيق بسؤال الشخص المتحرك إن كان بخير، وإن لم يحصل على إجابة خلال 15 ثانية فقط، يقوم بإعلام الصديق بالأمر ليكون لدى الأخير فرصة الاتصال بالشرطة. وعند وصول المستخدم إلى وجهته، يرسل التطبيق رسالة نصية أخرى تعلم صديقك بالأمر. إذا استخدمت هذا التطبيق، احرص على تفقد هاتفك عدة مرات بالدقيقة. نبقى في سويسرا، ولكن ننتقل إلى مدينة أخرى وهي مدينة لوزان. يمضي الأهالي والمعلمون ساعات طويلة في تعليم أطفالهم الكتابة في المدرسة أو حتى داخل المنزل، إلا أنه بوجود روبوت صغير يدعى كلام ستصبح تلك العملية أسهل بكثير كما يقول مطورو الروبوت. تم برمجة كلام بطريقة التعليم العكسي، أي أن الأطفال يقومون بتحسين طريقة كتابته للحروف بدل أن يعلمهم هو ذلك. Like to practice this word. Okay, what do you think? إذن هذا هو كلام، واحد من الروبوتات الكثيرة الموجودة في قسم الروبوتات في المعهد التقني الفيدرالي العالي للتكنولوجيا EPFL في مدينة لوزان السويسرية. الهدف من هذا الروبوت هو التعلم من الأطفال كيفية الكتابة لتحسين مستوى الكتابة الخطية للأطفال بسبب رداءة الكتابة الخطية الكثير من الأطفال وربما الكبار أيضا. سوف نتعرف على الجانب التقني لهذا الروبوت ونفهم أكثر كيف ينفع الأطفال في الكتابة الخطية. عادة يتعلم الطفل من الروبوت، لكن في هذا البحث يتعلم الروبوت من الأطفال وتحديدا لتحسين مستوى الكتابة. كيف فكرتم في هذه الفكرة بداية؟ نعم، هذه كانت إحدى الأفكار الرئيسة في هذا المشروع. هناك أطفال يجدون صعوبة في الكتابة، ما يؤثر على تعليمهم بشكل عام. لذا فكرتنا تعتمد على جعل أولئك الطلاب بمثابة مدرسين للروبوت، ما سيعطيهم حافزاً وتقديراً ذاتياً لأنفسهم، وبذلك يكونون قد تحولوا من أشخاص يجدون صعوبة في شيء ما إلى أشخاص بمقدورهم المساعدة في ذلك الشيء. إذا تم إدخال نماذج خطية رديئة إلى برنامج هذا الروبوت ليختار منها عند طلب الطالب أو التلميذ كتابة كلمة ما، وبعدها يحسن الطالب هذه الكلمة. هل هذا صحيح؟ Yes. So for robot, it's not a big deal. نعم. ليس من الصعب للروبوت أن يقلد أو ينسخ ما يقوم به شخص أمامه. لكن بما أننا نتعامل مع أطفال، نحتاج إلى شيء مختلف، إلى روبوت يتطور تدريجياً. الروبوت هنا يقوم بتشويه أو تغيير الكتابة الخاصة به من أجل أن تتناغم شيئاً فشيئاً مع ما كان الطفل يحاول تعليمه إياه. لذا يبدأ الروبوت بالكتابة بتقليد الحروف المكتوبة بصورة سيئة، وهي حروف تمت برمجتها داخله. وبعد ذلك يحاول الروبوت نسخ أو تقليد ما كتبه الطفل قدر المستطاع. لسوء الحظ لا يوجد معنا أي طفل لتجربة هذا الروبوت، لكن أيضا هناك الكثير من الكبار في العمر لديهم خط يدوي يعني سيء جدا. هل يمكن أن نرى مثال كيف يعمل هذا الروبوت وكيف سيتحسن مستوى الكتابة؟ إذن كلام سوف يكتب لنا كلمة روبوت بما أنه روبوت، وسوف نرى المستوى في خطه وكيف سيتحسن ذلك.
يسألنا كلام إذا كانت هذه هي الطريقة التي نكتب فيها كلمة روبوت. سوف أقوم أنا بكتابتها، أتمنى أن يكون خطي أفضل. دور كلام الآن. الروبوت الآن يحاول كتابة شيء يكون متوسطاً بين ما كان يكتبه هو وما كتبته أنت. حاول أن تريه الكتابة مرة أخرى. سوف أشرح له مرة أخرى. جيد. التعامل مع الأطفال عادة في مجال التعليم ليس من الأمور السهلة. ما هو ربما كان واحد من التحديات أو المشاكل التي واجهتكم في تعريف الأطفال على هذا الروبوت؟ Yes, one of نعم، إحدى التحديات التي واجهتنا هو أننا كنا خائفين من أن الأطفال لن يصدقوا أن الروبوت يكتب بالفعل على اللوح، لأن يده في الحقيقة لا تلامس اللوح. لكن بعد التجربة الأولى كنا مندهشين، لأنهم لم يهتموا بتلك النقطة، لأن الأطفال عندما يتعلمون كتابة الأحرف في البداية فإنهم يرسمون أشكالها بأصابعهم في الهواء. إذن عملية الكتابة ليست محصورة فقط بالأحرف، بل أيضا يمكن كتابة أرقام. إذا أخذنا هذا المثال، ترى الآن أرقاماً وليس حروفاً استخدمناها في تعليم الأطفال الأسبوع الماضي، وكنا مؤخراً نعمل مع طفل لديه مشاكل كثيرة في كتابة بعض الأرقام، ومنها رقما الاثنين والخمسة، لأن هذين الرقمين يتطلبان تغيير اتجاه الكتابة عدة مرات عند كتابتهما. كان ينبغي على الطفل إعادة التدريب على كتابة الرقمين عدة مرات، لكن في نهاية المطاف شعر الطفل برضا عن نفسه، لأنه استطاع تعليم الروبوت كيف يكتب كلا الرقمين، ولأنه تعلم ذلك بنفسه، ويمكن أن يتعلم عدة أبجديات. التعليم لا يقتصر على الحروف اللاتينية، فهذه التقنية تمكنك من العمل على أي أبجدية من الأبجديات. الروبوت لا يفهم الأحرف أو الأبجدية، بل هو فقط يقوم بتقليدها وإنتاج رسم الحرف أو الأبجدية. هل هذا الروبوت يعمل ضمن فئة عمرية محددة لدى الأطفال؟ لا محدودية للفئات العمرية. كما ترى، أنت استطعت العمل مع هذا الروبوت، لكن المشروع يستهدف الأطفال ما بين 6 و7 سنوات، لأن الأولوية الرئيسة في حياتهم في هذه الفئة هي تعلم كيفية كتابة الحروف، لأنهم إذا أخفقوا في تعلمها في تلك المرحلة فسيعانون من تلك المشكلة طوال حياتهم. هل هذا الروبوت محصور فقط هنا في المختبر، أم من المتوقع أن نراه قريبا في الصفوف أو حتى في المنازل؟ من الصعب الإجابة على هذا السؤال، لكن الشيء المؤكد الآن هو أننا انتهينا من مرحلة الاختبار وأجرينا تجارب ميدانية في المدارس، وكانت فعالة للغاية، وتعاوننا مع أخصائي علاج وظيفي ل5 أو 6 ساعات بحضور أطفال كانوا يعملون حينها مع الروبوتات، وكانت نتائج تفاعلهم جيدة للغاية. وأيضا شكرا لكلين. مثال جديد على أهمية الدور الذي تلعبه الروبوتات حالياً في العملية التعليمية. بالتأكيد لن تأخذ مكان الأستاذ أو المعلم في الصف، لكن سيكون لها دور فعال في جعل التعليم تجربة أكثر متعة بالنسبة للتلاميذ.
للروبوتات الحيز الأكبر في حلقة فورتك هذا الأسبوع. الآن نتوجه مع داليا إلى طوكيو وإلى معرض سياتك الذي يعتبر واحدا من أهم المعارض التقنية التي تستضيفها اليابان سنويا. تميز المعرض هذا العام باختراعات ركزت بشكل أساسي على القطاع الصحي والبيئي وإجراءات السلامة. داليا تسلط الضوء على الروبوتات الخاصة بعمليات الإنقاذ بالإضافة إلى الروبوتات الترفيهية ذات الأحجام الكبيرة. تكون في معرض للتكنولوجيا في اليابان دون أن تستوقفك التصاميم المختلفة للروبوتات الموجودة هنا. أنا الآن في جناح شركة نيدو هنا في معرض سياتك في طوكيو، وسنتحدث عن هذه الروبوتات المتخصصة في الإنقاذ. ساشيمي مرحبا، ما هو المميز في هذه الروبوتات المتخصصة بالإنقاذ؟ نيدو is one of the largest public. شركة نيدو هي واحدة من أكبر الشركات اليابانية في مجال التطوير، وقامت مؤخرا بتكليف 3 فرق لتصميم روبوتات إغاثة في حالات الكوارث. مثلا الروبوت جاكسون تم تطويره من قبل خبراء في جامعة طوكيو، وهو مزود بجهاز لتبريد المياه، وبإمكانه القيام بنفس المهمات التي نقوم بها لأنه يتمتع بذات السرعة الحركية والقوة التي لدى البشر. بإمكان جاكسون أن يرتقي السلالم وأن يحبو على قدميه ويديه، كما بإمكانه إزاحة العقبات من أمامه على الأرض. أما هذا الروبوت فهو من طراز HRP2K، تم تطويره من قبل مجموعة أبحاث الروبوتات البشرية، ويعتبر نسخة مطورة عن روبوت HRP2 السابق الذي صنع لأول مرة عام 2002. يمكن زيادة حجم ذراعيه أو قدميه ليتمكن من الاستجابة في حالات الكوارث الطبيعية بالسرعة القصوى، وفي داخله يوجد كمبيوتر أكثر تطوراً مما سبقه يؤمن قدرة أكبر على التوازن أثناء المشي. لكن بالنسبة للأنظمة التي طورتموها، ما الذي أضفتموه لهذه الروبوتات لتتمكن من القيام بمهام معقدة كالإنقاذ مثلاً؟ مثلاً في مناطق الكوارث غالباً ما تعترض الروبوت الكثير من العوائق، إلا أن نظام تشغيله يمكنه من المرور بين تلك العقبات وفي ممرات ضيقة. مثلا الروبوتات عادة ما تمشي بهذا الشكل، ولكن بإمكان هذا الروبوت أن يمشي هكذا تماما كالمشي على عارضة التوازن. أما عندما يحصر في مكان ضيق يتحرك فقط باتجاه الأمام. لكن هل يمكن أن تخبرني أكثر عن تفاصيل تصميم هذا الروبوت؟ من أين اكتسب هذه القدرة على القيام بتلك المهمات؟ هل هذا من خلال النظام الذي يشغله أم من خلال مرونة المفاصل؟ ما الذي بالضبط يعطيه هذه الإمكانيات؟ As you can see, they are humanoid robot. وكما ترين هذه روبوتات بشرية. في مجتمعنا معظم الخدمات مصنعة للبشر، ولكن في حال الكوارث الطبيعية يفضل أن تتم بعض الإجراءات عن طريق الروبوت كإطفاء الإضاءة مثلاً وغيرها من المهمات التي صمم لأجلها. هذه مثلاً كاميرا مزودة بأشعة الليزر ليتمكن من البحث عن أجسام معينة في الظلام. مرونته تمكنه من فتح الباب والمضخات وإدارة المقود بحسب نظام التشغيل الموجود به، وأحياناً يقوم بمفرده باتخاذ القرارات اللازمة. بإمكانه أن يفعل ما نفعل. أول ما يقوم به عند الوصول لموقع الكارثة هو مسح الموقع، ومن ثم التقدم إلى الأمام، وبعدها يقرر الخطوة التالية. إذا كان بإمكانه فعل ذلك يستمر، أو يقوم العامل باتخاذ القرار عنه أو بإعطائه الأمر للقيام به. لكن عندما يصل الروبوت إلى الموقع ويبدأ بالتحقق من الموقع وربما التفكير بالخطوة التالية إذا كان بإمكاننا أن نستخدم هذا التعبير، كيف يقوم باتخاذ القرار أو تقييم ما الذي يجب فعله؟ الأمر مناصفة. مثلا بإمكانه اتخاذ القرارات بمفرده بشكل آلي، وعادة يقوم الموظف المكلف بالمراقبة وإرسال الأوامر للروبوت،
ولكن حتى الآن لم يتم استخدام هذا الروبوت في وضع حقيقي، وإنما فقط تحت التجربة، وسوف نقوم باختباره في محاكاة للوضع الحقيقي قريبا. وأتمنى أن تتمكن هذه الروبوتات من إنقاذ حياة البشر في المستقبل. Thank you very much for this information. بالطبع هذا ليس الروبوت الوحيد المتواجد هنا في معرض سيادتك في مدينة طوكيو. الروبوت العملاق كان أيضا متواجدا هنا، وسنتعرف على المهام التي بإمكانه القيام بها. هذا بالتأكيد أضخم روبوت أراه هنا في معرض سيادتك في مدينة طوكيو، ولدي الكثير من الاستيضاحات لأسأل ريس مطور هذا الروبوت عنها. مرحبا ريس، ما وظيفة هذا الروبوت بالضبط؟ الغرض الأساسي من تصميم هذا الروبوت هو استخدامه في النشاطات الترفيهية كما عرضناه للتو، وليس لغرض تجاري. نتطلع حاليا إلى استخدامه في اليابان فقط، ومن ثم الإمارات العربية المتحدة. رأينا في العرض السابق أنك تقوم بالتحرك ضمن هذا الروبوت، هل أنت من يتحكم بالروبوت أم أن هناك برنامج معد للتحكم به مسبقا؟ أنا من أتحكم به بشكل عام، باستثناء الأصابع التي استخدمنا بها مشغلاً خاصاً لتحريكها، إضافة لحوالي 30 قطعة مختلفة ومتصلة ببعضها البعض في مفاصل اليدين والقدمين. الروبوت متصل ببعضه البعض بشكل كامل كأجسامنا، بحيث إذا رفعت يدي يرفع الروبوت يده أيضاً. هل يعني هذا أن بإمكان أي شخص أن يستخدم هذا الروبوت بغض النظر عن وزنه وطوله مثلاً؟ هاي بما أنه مصمم بحيث يتحكم به الشخص الموجود بداخله، فهو يعتمد بشكل أساسي على القوة البدنية لذلك الشخص. لذلك من الضروري أن يتمتع الشخص الذي يتحكم به بالخفة واللياقة، ويكون ذا حجم معين كحجمي تقريبا. بالنسبة لهذا الروبوت تحديدا، لا يمكن استخدامه إلا في مجال الترفيه، لكن نعمل على نماذج أخرى مشابهة لنطورها في المستقبل لاستخدامات مختلفة لم نحددها بعد، لكنها غالبا ستكون أثقل وزنا من هذا الروبوت. شكرا جزيلا ريس على هذه المعلومات. إذا هذا الروبوت بالطبع هو ليس الوحيد الموجود هنا في معرض سيادتك في طوكيو، هناك العديد من التقنيات والاختراعات الجديدة التي تعرض هنا ربما لأول مرة أيضا على أكثر من 1200 منصة منتشرة على كامل مساحة هذا المعرض. هذا ما لفت انتباهنا أنا وأنيس وداليا من تكنولوجيا وابتكارات في هذه الحلقة. تواصلكم معنا مستمر طيلة أيام الأسبوع عبر صفحتنا على فيسبوك BBC4Tech، وأيضا عبر حسابنا على تويتر @BBC4Tech. الأسبوع المقبل انتظرونا مع أحدث التكنولوجيا والابتكارات من حول العالم. تحية للجميع.